مرحبا بكم مرة تانية. لسه حديثنا مستمر عن ملتقى الشباب العربي الأفريقي. كنا على مدار اليومين اللي فاتوا أكتر من 1500 شاب من الدول العربية والدول الأفريقية كانوا موجودين ولا زالوا موجودين هنا في جنوب مصر في أسوان. العديد من ورش العمل تم إقامتها خلال اليومين اللي فاتوا، موائد مستديرة بتضم الشباب من العرب، الشباب الأفريقي وقادة الرأي والفكر. أعتقد كل هذه الورش العمل، كل هذه المناقشات أثمرت بالتأكيد عن أفكار مختلفة، عن تواصل حضاري، تواصل ثقافي ما بين الشباب العربي والإفريقي. الشباب النهاردة كانوا بيطرحوا همومهم، بيطرحوا رؤيتهم، مستقبلهم. تم التواصل والاتفاق على آلية عمل تجمع الشباب العربي والإفريقي عشان نتعامل مع التحديات اللي بتواجه كلا الفئتين سواء في الدول العربية أو الدول الإفريقية. أما بنتكلم عن أكتر من 1500 شاب من الدول العربية والدول الأفريقية، بالتأكيد هناك أفكار مختلفة تم طرحها خلال هذا الملتقى. فهي عمل النيل للأخبار حقيقي حاول أن نبض هذا الملتقى من خلال استماع لرؤية الشباب من مختلف الدول اللي موجودة. حاولنا أن احنا نجيب، وفريق العمل حاول أن هو يجيب أكتر من نموذج من الشباب العربي أو الإفريقي من وسط إفريقيا، من شمال إفريقيا، من الجنوب، أيضا من الدول العربية. مجموعة من اللقاءات هنتابعها معاكم دلوقتي، وأول هذه اللقاءات هو لقاء مع عزام الزين وهو من السودان. هذا اللقاء أجرته معه زميلتنا ندى إبراهيم. خلينا نتابع هذا اللقاء، ولسه معاكم إن شاء الله أكثر من لقاء تاني من سواء من الأفارقة المشاركين أو أيضا من أهالي النوبة اللي شاركوا، وإزاي استقبلوا ملتقى الشباب العربي الأفريقي. خلينا نتابع معاكم أول هذه الحوارات. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم هنا من مدينة أسوان، والحدث الأكبر والأبرز ملتقى الشباب العربي الإفريقي تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في هذا الملتقى في نسخته الأولى يعني جمع أكثر من 3000 شاب عربي وأفريقي، أكثر من 35 دولة يعني شاركوا في هذا الملتقى الهام. شباب شاركوا وتبادلوا الرؤى والأفكار والخبرات، ويعني موضوعات عديدة ويعني جلسات متعددة شهدناها خلال فعاليات هذا الملتقى الهام. ولكن للمزيد من المتابعة ينضم إلي أحد المشاركين، السيد عزام الزين من دولة السودان. برحب بك سيد عزام، أولا انطباعاتك عن هذا الملتقى، ويعني كيف شهدت مشاركتك، لماذا حرصت على هذه المشاركة هنا في هذا الملتقى؟ طبعا الانطباع كان جميل، جميل جدا، لأنه كون نلقى منصة تجمع الشباب العربي والشباب الأفريقي في الوقت الحالي مش موجودة بصورة أكتف مثل الصورة دي، فكان الانطباع جيد، انطباع أصبح أكثر من جيد لما جينا هنا أسوان وتلاقينا مع الشباب، مع التنوع الثقافي الكبير جدا من الشباب، الأفكار، تبادل الأفكار، تبادل الخبرات، تبادل نوعي وفريد جدا، ما قد لا تلغاه في أي مكان. فانطباع ممتاز جدا عن البرنامج وعن الملتقى هذا. نعم، يعني عن الملفات اللي طرحت خلال جلسات الملتقى، يعني الحقيقة شملت موضوعات كبيرة وواسعة، وأيضا تهم وتشغل القارة السمراء وأيضا الدول العربية بالطبع. يعني أهم الملفات التي لفتت نظرك على أجندة فعاليات الملتقى؟ هو أجمل وأفضل وأهم الملفات، الملف اليوم كان في الجلسة الافتتاحية حقت اليوم، ملف الصحة والابتكار وكيف أنه تسجيل في الملكية الفكرية وكذا. ومصر شهدت يعني صراحة برزولنا تجربة رائعة جدا في قطاع الصحة، في كيفية التغلب على الأمراض الخبيثة مثل مرض فيروس سي، فكانت تجربة رائعة جدا، منها برزوا ملامح نجاحهم في التجربة هذه وإنه كيف قدروا يتغلبوا على مرض مثل هذا.
وانهم كيف حيقدروا يعكسوا البرامج والاشياء والخبرات اللي هم اكتسبوها يعكسوها لباقي الدول العربيه والدول الافريقيه، في انه كيف يتغلبوا على مشاكل مثل هذه المشاكل الصحيه، وكيف ننقل الخبرات العالميه كملكيات فكريه وبتل ملكيه كيف تتنقل للدول العربيه والدول الافريقيه اللي هي عن طريقه ممكن تساهم في اقتصاد الدول. ثاني الملف الثاني اللي هو بعد قليل ان شاء الله الملف بتاع رياده الاعمال، في 3 ورش متخصصة في ريادة الأعمال، في ريادة الأعمال الاجتماعية، وكيف تكون ناجح كرجل أعمال، وكيف تدير العملية المالية لشركتك ولمشروعك الناشئ. سيد عزام، أنت تمثل دولة هامة وهي السودان، وهي يعني لها تاريخ طويل مع مصر بالطبع، يعني من وجهة نظرك كيف يمكن للشباب العربي والإفريقي توحيد الرؤى والأفكار، خاصة في ظل التعاون العربي الإفريقي والتعاون فيما بين مصر والدول العربية والإفريقية؟ وفي الواقع عشان تقدر توحد الشباب العربي والإفريقي متطلب جهد كبير، فمصر قطعت شوط طويل جدا في هذا البرنامج، كونها قدرت تجمع مجموعة مهولة من الشباب، عدد ضخم جدا زي ما ذكرت أكثر من 3000 شاب، فده عدد ضخم جدا تجمعهم في منصة واحدة يقدروا يتبادلوا ويتناقحوا الأفكار، دي حاجة ما سهلة. الحاجة الثانية الشباب هو مقومات الدول، إن كونك تهتم بالشباب معناته زي ما بقولوا إنك بتأسس للدولة، لأنه في يوم من الأيام هم الشباب حيقودوا الدولة، ومشاركة الشباب في الحكم ومشاركة الشباب في إدارة شؤون الدولة ده برضو واحد من الحاجات اللي بتخلي تقوم اقتصاد الدولة وتقوم الكفاءات بتاعتها وتقوم أشياء كثيرة في الدولة. فدي فرصة سعيدة جدا وفرصة جميلة جدا إنه يحاولوا ينقحوا الشباب ويمدوا الشباب بأفكار وابتكارات ويمدوا الشباب بخبرات، نقل خبرات زي ما بقولوا من الناس اللي عندها خبرة مهولة في الحياة، سواء بغض النظر عن كبر سنهم ولا صغر سنهم، دي حاجة ممتازة جدا في إنه تتلاقح الأفكار وتتبادلها اللي هي عن طريقة تنشئ أو بتساعد في يوم من الأيام إنه تساهم في وضع اقتصادات الدول وتساهم في التعاون، لأنه كونه يكون الشباب مجتمعين في مكان واحد لفترة تتجاوز الأربع أيام بيكون في تلاقح بأي صورة ما، سواء في ورش العمل، في غاعات الطعام، في كده، فعملية سلسة جدا وعملية رائعة جدا. أخيرا يعني رأيك في اختيار مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، ورأيك في المدينة، يعني أول زيارة لمدينة أسوان؟ أنا دي أول زيارة لي لمدينة أسوان، صراحة أكثر حاجة عجبتني في مدينة أسوان هي الجو، لأن الجو الأيام دي جو حلو مقارنة بالسودان، الأيام دي الجو حبة ومصيف، فاختيار المدينة أنا أعتقد اختيار موفق، لأنه فيها اختلاف نوعي في طبيعة المدينة، في الطبيعة الجغرافية للمدينة، برضو محاطة بالنيل، فدي ممكن يعطيها طابع سياحي كبير جدا، برضو الأماكن السياحية في مدينة أسوان برضو ممكن يديها طابع فريد جدا في إنه تكون ملتقى وتكون مدينة الشباب 2019، فاختيار موفق أنا أعتقد. نعم، رسالتك أخيرا للشباب العربي والإفريقي، رسالة تحب توجهها للشباب بتاعك؟ أنا أول حاجة برسل رسالتي للحكومات صراحة، يعني محتاجين دعم كبير جدا للشباب، والمعروف ان الشباب مقوم من واحدة من اسس ومقومات الدولة، اهتموا بالشباب، الشباب عندهم طاقة قوية، طاقة كبيرة جدا، عندهم تنوع بتاع افكار هائل جدا، كونه تهتم بالشباب انت بتكون نواة جيدة وممتازة، في يوم من الايام النواة دي حتعطيك زي ما بقولوا حاجة ممتازة تقدر تنشئ وترفع من الدول مع بعضها. فدي هي رسالتي للشباب انه نتلاقح الافكار، يكون في تعاون، يكون في تبادل للخبرات، اعتقد في يوم من الايام كل العالم وكل الدول تكون في سلام واقتصاد ممتاز ان شاء الله، نتمنى ذلك ان شاء الله. سيد عزام الزين من دولة السودان، بشكرك شكرا جزيلا. جزيل الشكر لك، شكرا لك. اشكرك. زي ما احنا كنا بنسمع دلوقتي، يعني عزام بيقول احنا من السودان ان احنا محتاجين دعم الحكومات، الشباب بيتكلموا عن دعم الحكومات. اما مصر تقول ان هي ليها تواجد افريقي عشان نتعامل مع المشكلات والقضايا اللي بتهم الامن القومي المصري في محيطها الافريقي، فاحنا محتاجين خطوات مثل هذه الخطوات، ان احنا نجيب الشباب يتحاوروا يتناقشوا ويكون في تواصل بين الشباب المصري والعربي والافريقي، خصوصا ان القاره الافريقيه هي قاره شابه، اكثر من 60% من عدد سكان القاره هم ينتمون للشباب.
حديثنا متواصل بالتأكيد عن ملتقى الشباب العربي الأفريقي. أسوان كانت بتستضيف هذا الملتقى على مدار 3 أيام، النهاردة آخر يوم، وهي جولة حرة لكل الشباب المشاركين هيتعرفوا على معالم، جولة في معالم أسوان، الحضارة الفرعونية والتاريخية المصرية. خلينا نشوف رؤية وكيف يرى أحد شباب أسوان وبالأخص من النوبة، كيف رأوا تنظيم هذا الملتقى، الرسائل اللي هتعود على أسوان، اتكلم على سياحة، اتكلم بقى على عدة رسائل مهمة جدا لأسوان من خلال تنظيم واستقبال هذا الملتقى، واختيار أسوان الأهم كمان أنها تكون عاصمة للعاصمة الإفريقية، عاصمة الثقافة الإفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. حوار آخر أجراه زميلنا علاء رشوان من أسوان مع النائب ياسين عبد الصبور، وهو نائب عن دائرة نصر النوبة وأيضا أحد الشباب المشاركين في ملتقى الشباب العربي الإفريقي. خلينا نتابع هذا الحوار. لازلنا في متابعة مستمرة لفعاليات اليوم الثاني والأخير من أيام انعقاد ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي تستضيفه أسوان في نسخته الأولى. هذه الفعاليات التي أكدت على ضرورة التكامل والتواصل بين الشباب العربي والإفريقي انطلاقا من هذه المنصة التي وفرتها الدولة المصرية للشباب العربي والإفريقي للالتقاء عليها والانطلاق نحو مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار والتنمية، يبنى بسواعد الشباب الذين هم جيل المستقبل. في هذا اللقاء يسعدنا أن نستضيف النائب ياسين عبد الصبور، وهو نائب بمجلس النواب عن دائرة النوبة، وأيضا أحد الشباب المشاركين وهو الأستاذ سعد الطاهر، أحد الذين شاركوا في الإعداد لبعض الفعاليات المتعلقة والمرتبطة بهذا الملتقى. بنرحب بحضراتكم. أهلا بكم في أسوان ونورت أسوان. سيادة النائب، سؤالي الأول انطلاقا من أن النوبة لأول مرة تحظى في الحياة النيابية في مصر بمقعد بمجلس النواب، هذا هو بداية حواري مع سيادتك. كيف ترى اهتمام الدولة المصرية بكل طوائف الشعب المصري وفي الصدارة من هذه الطوائف شعب النوبة الطيب؟ احنا طبعا يعني ده شيء يعني لم نعتاد عليه، الاهتمام بالنوبة، اهتمام بأن يكون هناك مقعد للنوبة، ده شيء بالفعل خلاص توفر. اهتمام ووجود موضوعات النوبة في أجندة الدولة، أعتقد يعني ده برضو كان يعني دايما يعني في تناسي شوية، لكن لله الحمد مع الرجل المتجدد، الرجل اللي فكره ثاقب دائما، موجودين دلوقتي معاه في التواجد في أفريقيا، التواجد الفعلي بملتقى الشباب العربي الأفريقي، أعتقد يعني دي رؤية ثاقبة، وشفنا إزاي الشباب الأفريقي بالأمس مبسوطين بتواجدهم في جمهورية مصر العربية متمثلة في محافظة أسوان، أعتقد شيء رائع. وأنا يمكن بستغل الميكروفون برضو بقول لابد أن يكون هناك مقر دائم لمنتدى الشباب العربي الأفريقي لدعم العلاقات الثقافية والتجارية والاقتصادية كلها، يبقى من هنا، وخاصة احنا عندنا يعني الإمكانيات موجودة في هذه المحافظة الواعدة، المحافظة الحدودية اللي بيها يمكن أكبر مينائين بريين، غير ميناء جوي موجود كويس، أيضا في ميناء نهري موجود. أعتقد يعني أن كل الإمكانيات متوفرة في محافظة أسوان، وأعتقد برضو صاحب الرؤية الثاقبة أكيد يعلم تماما مدى إمكانيات المتوفرة في أسوان، ويمكن أنا سامع في يعني في الأجندة في منطقة حرة في أسوان، في حاجات خير كتير جاي ومشروعات اقتصادية جاية، كلها دي أعتقد حتصب في صالح مش مصر بس، أعتقد يعني هتصب في صالح أفريقيا، ومن مصلحة أفريقيا أن يعني يكون هناك تضامن وتكامل مع الشعب المصري، لأن بالفعل
مصلحتنا من مصلحتهم، أمننا من أمنهم، أيضا العرب نفس النظام. وجود مصر قوية أعتقد يعني هيحافظ على كيان الشرق الأوسط، وأنا تماما أعلم مجهودات هذا الرجل ومجهودات المسؤولين في الإطار ده بالذات، يعني في إطار الأمن القومي المصري والأمن القومي للشرق الأوسط وأفريقيا. أعتقد يعني حاجة جميلة، وأنا سعيد جدا يعني سعيد جدا يعني لا يعني فوق ما تتخيل بتحركات هذا الرجل اللي أنا شايفه في كل مجال بيتحرك عاصمة إدارية، العالمين، أسوان الجديدة، أكثر من 6-7 مدن جديدة ستنافس المدن العالمية دبي وأبوظبي. أعتقد أن الرجل ده لم يأتي ولن تجود به الزمان. الله يخليك. القيادة السياسية المصرية دائما ما تعول على الشباب ودور الشباب في التنمية المستدامة في هذه المشاريع التي تحدث عنها السيد النائب، في أيضا الطفرة الاقتصادية الملحوظة التي تشهدها البلاد منذ 4 سنوات. الأستاذ سعد، كيف ترى أهمية دور الشباب في هذه المرحلة لدعم هذه القيادة السياسية ودعم توجهات السيد الرئيس في تمكين الشباب في هذه العملية التنموية؟ هي اولا الملتقى ده طبعا كفايه انه في الاول وفي الاخر بيربط الحضارتين ببعض، لان في حضارات طبعا في افريقيا ان هي كانت كلها اصلا قاره واحده، فبيبتدي احنا كده بنرجع الحضارات وبنعمل ربط اسري وربط دموي بين الحضارتين. وده كمان ما تنساش معليك ان هو هيبتدي ينشط السياحه وهيبتدي يعمل اسبوت على السياحه وهيبتدي يخلي في اطار اكبر لاسوان، رغم ان اسوان قبل كده والصعيد كان مفيش يعني، لكن بسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد اللي نظر للصعيد، هو الوحيد اللي ساب الدنيا وشايل شايل كل حمول الدنيا على اكتافه. وانا بناقد كل الشباب يعني ان هم يدوا دعمهم ويدوا مشاعرهم ويدوا حبهم لسياده الرئيس، وانا بفهم وعايز اقول لسياده الرئيس رساله ان كل شباب اسوان بيدعموا وبيحبوا، لان هم فعلا شافوا من وراه فعل مش كلام يعني. طيب هذا الفعل وهو الملتقى الذي نحن بصدده اليوم، من المنتظر ان او من المتوقع ان تكون نسخ جديدة ودورات جديدة لانعقاد هذا الملتقى ايضا هنا في محافظة اسوان. سيادة النائب، سؤالي لحضرتك، كيف يمكن الاستفادة من موقع اسوان الذي يتوسط يعني شمال القارة الافريقية ويمثل نقطة التقاء بين الحضارات؟ كيف تستعد اسوان في الدورات القادمة باذن الله من دورات انعقاد هذا الملتقى لاستقبال الضيوف من الشباب وتنظيم الفعاليات والبرامج السياحية وكل هذه الفعاليات التي تصب في النهاية في دمج الشباب العربي والإفريقي لصالح الأمتين العربية والقارة الإفريقية؟ احنا طبعا دايما كده عقيدة عندنا بنقول أسوان جسر المودة بين مصر وأفريقيا، أولا لتقارب العادات الأسوانية بعادات أفريقية وسودانية، يعني دايما فبقول دايما جسر المودة واللون وأحيانا اللغة كلها ده بتدي انطباع ان احنا في تقارب بيننا وبين أفريقيا. فأعتقد من هذه النقطة لابد الانطلاقة تكون من أسوان، وزي ما قلت لك هي رؤية ثاقبة من أسوان الانطلاقة. المشروعات القادمة بإذن الله، يعني أسوان تسع لكل المشروعات اللي ممكن تعم بالخير على مصر كلها. احنا عندنا التعدين، عندنا البحيرة، عندنا الزراعة، عندنا مناطق حرة، عندنا أكثر من بوابة، ميناء بري، قسطو، الأرقين، كلها دي مشروعات ستصب في صالح الشعب المصري ثم أفريقيا أعتقد، وإنتاج المصري أعتقد أفريقيا بتنادي على مصر. أنا أعتقد كل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب أعتقد أفريقيا بتنادي مصر، وإحنا شفنا العيال إزاي الشباب الموجودين، شبابنا المتواجدين هنا في الحفل إزاي متعطشين لكل ما هو مصري، كل ما هو الذوق الافريقي قريب مننا. احنا ممكن ننتج منتجات تقارب يعني مطلوبه للذوق الافريقي. افريقيا تنادي مصر بهذه العباره. اختم حديثي مع سياده النائب ياسين عبد الصبور النائب عن نصر النوبه، وايضا الاستاذ سعد الطاهر احد شباب مدينه اسوان. بشكركما جزيل الشكر على هذا اللقاء.
كان هذا ملمح من الملامح التي كانت متواجدة وحاضرة في فعاليات وعلى هامش الندوات وورش العمل التي شهدناها على مدار يومين في ملتقى الشباب العربي والإفريقي في نسخته الأولى الذي انطلق هنا من أرض السحر والجمال مدينة أسوان التي هي مدينة للشباب الإفريقي وعاصمة الشباب الإفريقي كأحد أهم توصيات منتدى شباب العالم في نسخته التي انتهت في نوفمبر الماضي. نتوقع انعقاد دورات جديدة ونسخ جديدة من هذا الملتقى لتصبح أسوان كما عهدناها عاصمة لالتقاء وجسر للتواصل بين الشعوب والأمم والشعوب العربية وأيضا الإفريقية. ده حوار زميلنا علاء مع أحد الشباب المشاركين والنائب عن النوبة. كنا نفسنا كان عندنا حوار تاني ونسمع صوت تاني مختلف. احنا سمعنا صوت من افريقيا، صوت المصري وصوت اسوان صوت النوبة، كان عندنا صوت من الدول العربية من لبنان، لكن للأسف الوقت خلص وانتهى النهاردة. دلوقتي خلصنا معاكم ووصلنا لنهاية هذا الصباح من هذا اليوم. غدا ان شاء الله يتجدد معكم اللقاء وفريق عمل جديد. نشكر لكم حسن المتابعة.